تستكمل مؤسسة حياة كريمة مبادرة تدريب طلاب الجامعات في إطار برنامج فاليو. ولليوم الثاني تستمر ورش العمل والدورات التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، ويستهدف التركيز على مهارات اكتشاف الذات والتعامل مع الآخرين مع وضع خطط مستقبلية للوصول للأهداف. البرنامج بيكون على مدى 3 أيام كتدريب فعلي من خلال ورش عمل تفاعلية للشباب الجامعات المصرية المختلفة من مختلف المحافظات ومختلف التخصصات ومختلفة المعرفة نفسها، لأن كل واحد فيهم بيضيف لنفسه معرفة تانية، وده اللي بنعمله في ورش العمل الداخلية. في بعض الأحيان بندربهم على المستقبل، فبياخدوا سايبر سيكيورتي وأمن معلومات، وعندهم أوير جدا إن هم يعرفوا تكنولوجيا المعلومات، لأن ده بقت المستقبل، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الحياة القادمة على العالم كله مش على مستوى مصر بس، فده يكون مهم جدا ان احنا نوصل لهم الجزء ده. جزء تاني بنوصله لهم هم جاهزيته لسوق العمل، لان هو طالب جامعه فهو محتاج ان هو لما يطلع سوق العمل يعرف يشتغل ازاي. النهارده كانت عن الوعي الذاتي، وتعلمنا في حاجات كتير، يعني ان احنا ازاي نطور نفسنا ذاتيا ونشتغل على ده، والتعامل مع الناس وازاي الناس تتعامل معانا وهكذا. هو انا هخرج ان انا مستفاد، هعرف كده هعرف احدد زيدي اكتر ذاتي اكتر، واحدد خططي واشوف النقط الضعف هشتغل عليها، واشوف قدراتي واشتغل على الحاجه اللي انا ضعيف فيها مثلا، والحاجه اللي انا عارف ان هي مش قدراتي ومش مقدرتي ابعد عنها، واشوف مجالي في حاجه تانية، واكتشف بقى الحاجه واكتشف المهاره اللي انا بارع فيها.